يرجع للفقيه. فقيه ينقل كرة في العمق، يحضر سلتو، بينما هناك تدخل قوي من غزل عيادي على أيوب عياد. الحكم يعتصب خطأ لفريق الأهلي. من غزل عيادي وتدخل واضح، الحكم يقول خطأ لفريق الأهلي. فيها الفقيه في شرارة، ننتظر التنفيذ من جنب الشرارة، شرارة بجنب الفقيه. دائما الكرة ثابتة تجد هذا الثنائي من سيتولى رفع الكرة داخل منطقة جزاء فريق الاتحاد. فقيه يرفع كرة، فقيه مراتك فريق الاتحاد، يتابع بوشنينة ركناية لفريق الأهلي. كرة من فقيه أبعدها ناجي، هذا هو مدافع فريق الاتحاد ناجي درا، ركنية لفريق الأهلي. شوف اللي عادها من جديد، كرة أبعدها ناجي، ننتظر تنفيذ الركنية. ركنية لفريق الأهلي، معاد الكرة الوراء محمد منير. منير يرفع كرة داخل المنطقة، تصدي بالحارس، والهدف 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 والهدف. الأهلي سجل، الأهلي سجل. أيوب 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 في الشبكة، أيوب جول، أيوب جول. الأهلي يتقدم 1-0 على الاتحاد، 1-0. أيوب عياد يضع كرة بالساقة في المرمى، أسبقية للأهلي تريبولي في لمسة التونسي، غلطة من شارب معاذ. 1-0 الأهلي يتقدم على الصعيد النتيجة. شوفوا غلطة معاذ، غلطة حارس مبتدئ جدا، معاذ يقدم هدية لفريق الأهلي. شوفوا الإعادة، كرة في المتناول، أخطأ معاذ، لمسة من أيوب، الأهلي وحده. الأهلي يتقدم وتتغير النتيجة.